تغليب المصلحة الوطنية في التئامكم في هذه الجلسة التاريخية. خطوة باتجاه إنهاء الانقسام. انتصارات الجيش تعيد الحياة لقرى تعز، ولافروف من الرياض رفع الحوثي من قائمة الإرهاب فهم خطأ. أما القصة الثالثة فهي من سوريا وفي التفاصيل. But even with the military support of Russia and Iran, Assad cannot win.